مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. وحشني جدا الله. جدا جدا. الله يخليك حبيبي، ربنا يخليك يا رب. يعني مفيش ثلاثة في مصر يختلفوا عليك فنيا ولا أخلاقيا، وأنا عشرتك وتستاهل كل خير وإضافة كبيرة جدا. أوي. ربنا يبارك فيك يا رب، وسلامي طبعا لكابتن أيمن يونس. حبيبي يا كابتن أسر. يعني مهمة، لسه كنت بقول لكابتن أيمن مهمة تقيلة، أكيد قعدتوا أنتوا بقى صبرتوا بعض. نخلع نمشي نقعد، ما فيش حاجه تقيله وجوه بيتك، ما اي حاجه هتتقال وتطلب من بيتك ما فيش، ما تبقاش تقيله ابدا. طيب احيانا تحت امر النادي في اي وقت وفي اي مكان وفي اي لحظه. احيانا يا كابتن الناس لما بتيجي في ظروف صعبه بيقولوا بتبقى اسهل، يعني مثلا لو الفريق ظروفه صعبه، نتائج وحشه، ما فيش صفقات، لكن انا جاي النهارده باحلام الزمالكاويه كلهم في حته معانا والفريق في حته كويسه والناس كلها املها. يعني اكيد انت تليفونك متدغدغ من امبارح، وكابتن ايمن وكابتن عبد الحليم وكل ملايين الزمالكاويه عايزين يطمنوا منكم وحاطين احلام عليكم. واحنا تحت امر جمهور الزمالك وتحت امر كل زملكاوي، واحنا جايين علشان خدمه نادي الزمالك وخدمه الجماهير، وده زي ما قلت لك ده بيتنا. وعلى فكره ده مش كلام انشا، ده بجد. يعني احنا اي حد فينا هيطلب، اذا كنت انا او كابتن ايمن او كابتن عبد الحليم وغيرنا وغيرنا وغيرنا، كان هيقول نفس الكلام اللي انا بقوله. يعني هو ده طبيعي جدا، احنا عشنا جوه النادي وعملنا حاجات كتير للنادي والنادي عمل لنا حاجات كتير، فده طبيعي جدا ان احنا لما نتكلف بامر ان احنا نقف جنب النادي في وقت النادي محتاجنا، احنا تحت امر النادي فيه طبعا. كابتن والامر اللي حصل، احنا تم تكليفنا طبعا من معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بمكالمه تليفونيه ما استغرقتش اكتر من دقيقه، يعني على اساس ان احنا نكون متواجدين داخل نادي الزمالك لخدمه النادي. يعني كابتن ايمن وانا يعني لسه بتكلم معاه فقال لي يعني مهمه صعبه جدا، مهمه محتاجه شغل كتير، محتاجه حاجات كتير، اي تقريبا نفس كلام حضرتك، قال نادي الزمالك بينادينا في اي وقت، احنا بنلبي، ما عندناش اي مشكله، ولكن لازم يكون الجميع في ظهرنا، يعني لازم يكون جميع الزمالكاويه في ظهرنا، المسؤولين في ظهرنا، لازم تكون الامور الماديه عشان استقرار الفريق، عشان الفريق يفضل موجود. هل حضرتك يعني نفس الكلام ولا في وجهه نظر اخرى؟ اه طبعا، هو ده، ما هو ده اللي هينجح. يعني التكاتف والمسانده اللي بتبقى من داخل النادي ومن خارج النادي، من مسؤولين ومن جماهير ومن لاعبين كمان، على فكره اللاعبين لهم عامل كبير جدا في المسانده، فهو عشان ينجحك لازم يكون بيكسب عشان تقدر ان انت تعمل له المطالب بتاعته او تحقق له المطالب بتاعته. فالامور كلها يعني هي دايره كلها مرتبطه ببعض، يعني فاحنا كلنا بنسعى للوضع دوت، واتمنى حتى كمان الظروف زي ما حضرتك بتقول، الظروف ممكن تكون صعبه شويه بعد الاخفاق الافريقي، ولكن اللي بيعزينا يعني ان المستوى كان مستوى كويس، ولكن الاهم هو الفوز والحصول على البطوله، لان التاريخ ما بيتذكرش المستوى، لكن بيتذكر البطوله واتحققت ولا ما اتحققتش. فالامور دي بتيجي بخبرات مع الزمن للعيبه، فالمفروض اللعيبه طبعا مش هنقدر نقول ان اللعيبه مش غير متاثره بالموقف اللي حصل والخروج الافريقي، ولكن او عشان ما نضحكش على نفسنا في تاثر طبعا بالوضع، ولكن مجموعه اللعيبه الخبرات اللي موجوده في الفرقه، مجموعه اللعيبه على مستوى عالي جدا، فرقه كويسه جدا، خططها كلها ممكن تبقى شبه مكتمله في بعض الاوقات، حتى كمان في الوقت اللي فيه غيابات، لكن في لاعبين مميزين جدا في القائمه اللي موجوده. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقهم باذن الله بكره ويحققوا المكسب ووصلوا للنهايه، عشان احنا عندنا في خلال اسبوع واحد او اقل كمان ممكن تحقق بطوله كاس مصر، يعني نوع من التعويض لنفسهم هم وكل من يحب نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك، الفوز ببطوله الكاس طبعا. يعني دي هتوصلك ان انت تلعب بطوله السوبر المصري كمان، فالامور كلها تحس ان كل حاجه يعني سلسله مرتبطه ببعض، فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا باذن الله يا رب. الكاميرا دلوقتي لو عند الكابتن ايمن، يعني حضرتك على التليفون، كابتن ايمن اهو قدامك على الشاشه، مين يقول للتاني ما تقلقش؟ لا احنا بنقول لبعض ما نقلقش، احنا كل شويه بنقول لبعض ما تقلقش. على فكره هو احنا عندنا قلق ايجابي، يعني احنا عايزين يبقى عندنا قلق ايجابي، احنا مش عايزين نحسس نفسنا ان الامور صعبه من الاول، هو ما فيش حاجه سهله. النهارده كان في صعوبه قابلناها شويه في البدايه، وموضوع القيد المحلي والقيد الافريقي والامور اللي كانت مشكله الناس كلها طلعت عليها انها مشكله، ما فيش قيد محلي للاعبين
نادي الزمالك عشان مشكله ماديه ما بين الاتحاد وما بين نادي الزمالك. لا هو تم القيد خلاص طبعا، احنا عندنا في 29 لاعب تم قيدهم في القائمه المحليه. والمفاجاه دلوقتي برضه المسلوسي ممكن دايما لسه هيعرفها، المسلوسي طبعا تم قيده محليا وافريقيا، وحميد ان شاء الله بكره باذن الله ربنا يسهل والامور تمشي كويسه. حتى لو حميد ما قدرناش هيبقى ممكن يعني يعدي مباراه واحده بس مش مباراتين يعني في دور ال 32. فالامور الحمد لله ماشيه كويس. احنا كل اللي يهمنا دلوقتي، ويمكن انا كلامي حتى بعد ما كان الكابتن ايمن كان قاعد معانا ومشي، انا كان كلامي مع ال بعض اعضاء اللجنه المستشار محمد عطيه بشكل خاص، قلت له هو اهم حاجه دلوقتي بالنسبه لنا في الموقع اللي انا فيه كمشرف عام على الفريق، انا محتاج ان توفير مستحقات اللاعبين في الفتره اللي جايه، لان دي مهمه جدا يعني قدرتك على السيطره على اللاعب ان انت تدي له حقوقه علشان لما تطلب منه اي حاجه تبقى الامور تبقى واضحه وصريحه. في بعض برضو من اللاعبين انت محتاج ان انت تتكلم معاهم عشان تعمل عمليه تمديد لعقودهم، ومنهم على الاقل هو يعني من اللي هو محبوب بقى جمهور نادي الزمالك اللي هو فرجاني ساسي، ومحتاجين ان هو يكون موجود معانا بالرغم ان هو لسه في عقده سنه، لكن انا حاسس ان هو يعني حابب ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. ان شاء الله نحقق مطالبه كلها اللي هو كان موجود بيها من الاداره اللي كانت موجوده. الحاجه الثانيه طبعا في بعض اللاعبين كان تم وعدهم ببعض في زياده في وعودهم، برضه هنقعد مع اللجنه ونشوف الوضع اللي ممكن نوصل ونعرف الزياده اللي كان في تم الاتفاق عليها كانت ايه، ونحاول نوصل لاحسن حاجه اللي هي تريح اللاعب وتبقى برضه في صالح النادي في نفس الوقت. برضه انا طلبت منهم ان احنا عايزين نعمل لائحه في الموسم الجديد 2020 2021، برضه دي اللائحه عشان نقدر ان احنا نمشي عليها الفتره اللي جايه. فالاهم من كل الكلام ده بقى كابتن سيف وكابتن ايمن، وده اللي اتفقنا عليه، ان احنا عايزين نوفر المناخ الجيد والمناسب للجهاز الفني والمدير الفني، وتذليل اي عقبه ممكن تقف قدامه او اي مشكله ممكن تقف قدامه عشان ينجح، واحنا موجودين علشان نجاحه. يعني كابتن ايمن واقف النهارده معاه واتكلم على اساس ان عايز يوصل له ان احنا جايين عشان نخدم الفريق ونخدم النادي ونبقى سبورت ليه ونبقى مساندين يعني قصدي ليه، واللعيبه كلها تبقى عارفه الكلام ده وكل الامور بتاعتهم ومشاكلهم هتتحل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اشرف بتمنى لحضرتك كل التوفيق والتوفيق ليك وان شاء الله ومزيد من الاستقرار ومزيد من النجاح لنادي الزمالك. بشكرك فندم. الله يخليك. شرف بوجود حضرتك دايما. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اشرف قاسم. روح معنا.